أهلا بكم. أغلقت السوق السعودية اليوم على ارتفاعات 13 نقطة مئوية عند مستويات 6680 نقطة. بقية تداولات بلغت أكثر من 3 مليارات ريال ليتم التداول على أكثر من 188 مليون سهم. أما عن حركة أداء القطاعات فقد غلب اللون الأخضر على أداء هذه القطاعات باستثناء 4 قطاعات فقط أتت على تراجعات، هم الأسمنت والتطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمرافق الخدمية. وإلى حركة أداء الأسهم اليوم، يأتي سهم المتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً ب 19 نقطة مئوية. أما عن التراجعات فيحتل هذه القائمة سهم أسمنت القصيم ب 16 نقطة مئوية. وأخيراً يأتي سهم مصرف الإنماء الأكثر نشاطاً بالكميات اليوم بأكثر من 49 مليون سهم، وأيضاً تركزت لديه السيولة بأكثر من 690 مليون ريال سعودي.